وزارة الزراعة السعودية حظرت مؤقتا استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعها من مصر بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل عالق بها بعض متبقيات المبيدات حسب ما نقلت وكالة واس السعودية. وفقا للوكالة تم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة باتخاذ اللازم حيال ذلك، فيما أكدت وزارة الزراعة المصرية أنها لم تتلقى إخطارا رسميا من السعودية بقرار الحظر حتى الآن. دكتورة غادة، البعض عندما ينظر إلى هذا الخبر يحاول الاصطياد في الماء العكر، لا ينظر إليه من الجانب العلمي والجانب البحثي، ولكن ينظر إليه كنوع من أنواع المكايدة السياسية. ما تعقيبك؟ هو اسمه الفلفل؟ يعني على أيامي كان اسمه الفلفل يعني اللغة العربية. الواحد العيش يا ما يشوف. والله الحقيقة بصي، النهاردة الكاتب الأستاذ سليمان جودة كاتب مقالة كويسة قوي قوي بتلمس في الموضوع ده، ان احنا والاعلام هو غالبا اللي بيرتكب دايما المشكله دي، بنمسك الازمات ونقعد نشعلل فيها بما يزيد الفجوه والخلاف بين البلاد. يعني قلناها قبل كده ودايما بنقولها، احنا والسعوديه لا نحتمل تكلفه ان العلاقات تبقى سيئه بيننا. طبعا اللي مش شايف هنا الموضوع ده يبقى بيشتغل ضد بلده، واللي مش شايف هناك الموضوع ده يبقى بيشتغل ضد بلده. زي برضو كان في أزمة حصلت قبل كده بيننا وبين الإمارات، كان في برضو محصول زراعي مش فاكرة كان إيه، وقالوا ده هو مش عارف مضروب، وطلعت الإمارات بيان رسمي إن وزارة الزراعة بتاعتها ما قالتش وما عملتش، وتبين في الآخر إن دي كانت برضو محاولة من المحاولات لإفساد العلاقات بين البلدين، وحصلت برضو في الفراولة في أمريكا. أنا أتمنى إن في الحاجات اللي زي دي وزارة الخارجية يكون ليها تحرك ما، بحيث إن ما نسمحش لأي حاجة، يعني في مشاكل في العلاقات، لكن ما نسمحش بزيادة الفجوة بين البلاد، بحيث بقى اللي يقول لك دي مكايدة سياسية، ده تعنت مع مصر، ده مش عارف إيه، ونبص نلاقي الدنيا عمالة كل ما نسدها نبص نلاقي في فتحة اتفتحت لنا في حتة تانية.